النهارده التحدي هيبقى مين يعرف التاني اكتر، وهنسال اسئله وكده وهنشوف مين بقى اللي يعرف التاني اكتر، ولو هي ما جاوبتش صح السؤال اللي انا اعرفه فهتحط وشها في الميه. واخر الفيديو في عقاب، وقبل اي حاجه صلوا على النبي يا جماعه، وقبل اي حاجه انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وادعمونا بقى عشان نطلع لكم كل يوم فيديو جديد. يلا بينا، انا هبدا الاول. بص يا جماعه، انا هلم شعري عشان لما اجي احط الصوش وكده. يلا، اكتر اكله بحبها الاندومي. غلط. دلوقتي ما نزلت من هنا. يلا بسرعه بسرعه على السؤال اللي بعديه. اكتر لون بحبه ايه؟ الاسود. بسرعه. اكتر مشروب بحبه. اكتر مشروب بتحبيه؟ المانجا. الشيبس المور. اكتر حاجه نفسي فيها انا انت. اكتر عصير بحبه المانجا. شعري. يلا بسرعه. بصي المسكرة. يلا بسرعه بسرعه، احنا هنوريهم شكلنا في الاخر. استنى استنى، تعالى افتح التليفون بسرعه بسرعه. اكتر فاكهه بحبها المانجا. صح، يبقى كده واحد. يلا اكتر حاجه نفسي فيها اللي تتشير على تيك توك الايفون. ايوه صح. بسرعه بسرعه. يلا اسالني كده، انا واحد وانتي لسه صفر. بسرعه. استنى، اكتر حاجه بتعصبني. يلا بقى، اكتر حاجه بتعصبني. مش هتعرفي تجاوب. اكتر حاجه بتعصبك ان حد يتريق عليكي. احط وشي في الميه ولا هتحطيني؟ ايوه صح. يلا يلا بسرعه بسرعه. ايوه انت عليكي. يلا انجزي، انا معاكي في ثواني. ماشي ماشي، انا بفتح عادي. اكتر مكان بحب اقعد فيه الاوضه قدام البحر. يا جماعه بصوا المسكرة. انا عليا الدور. اكتر حد مش بحبه على تيك توك. اكتر حد مش بتحبيه على تيك توك؟ اه. ايه ده؟ ايه ده؟ سؤال غريب. اكتر حد مش بتحبيه على تيك توك؟ انا عارفه مش بحبها. انا بقعد اقول لك اصلا مش بحبها. حد بقعد اقول لك مش بحبها. مش بحبها. ما ده منجزي. لا وحد تاني. ايوه ماشي ماشي. كده اتنين اتنين اتنين. انا كده اتنين وهي لسه صفر. يلا انت. ثانية شو التليفون عندك؟ يا نهار ابيض، حط عليه مية. ايه ده؟ انت اللي تسألي. لا انت انت ما انا سألك اكتر حد مش بحبها في التوب. اكتر صاحبة بحبها. فاطمة عاطف. صح. هو كده ايه؟ كده انت واحد. بس في برضه في حد بحبه تاني. اكتر حد بحبه على تيك توك. انا قلت واحد. اكتر حد بتحبيه على تيك توك؟ ندى. نيرة. نيرة طبعا. يلا يلا بسرعة بسرعة. أنا بسألك؟ إيه عشان أسألك. تتحمس كده. يلا يلا. أكتر فاكهة بحبها؟ المانجا. الخوخ. سيدي هوريك السؤال. أكتر فيلم بحبه في حياتي؟ أكتر فيلم حبيته في حياتي؟ أكتر فيلم وأكتر فيلم؟ المركب. قصة حب. استني يلا. أنتِ أنتِ. سألت عشان مش عارفة أفتح عيني. بس وين سوي؟ عملت كده ليه؟ استني. يلا. اكتر مدرسة بحبها طول السنين اللي فاتت، يعني الاعدادية والابتدائية والثانوية. مدرسة الشيماء. الابتدائية يا عمر مكرم. انا عملت كده ليه؟ بص انا. يلا بسرعة.
صحابك؟ لا المفروض غلط وهحطك مره تاني. التليفونات يا جماعه اتبلت، كل حاجه اتبلت. لا 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 احساس وحش قوي. انا كده مبسوطه دي، بقيت شبه الكلب المبلول. يلا يا شباب اسالي ايه اكتر اغنيه بحبها. سيبه 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 حامي. طب محدش محدش يعمل لحد فجأة كده. استني بسرعة يلا، ما تحط حاولي ما تحطيش التليفون في المية. لا في الشاشة خلاص، حاولي ما تحطوش في المية ولا التليفون معايا. استني هقول بحب ماما ولا بابا أكتر؟ بابا. كده ثلاثة ولا أربعة؟ يلا انت ماشي. انت كده بتحب الكلاب ولا أكتر ولا القطط؟ الكلاب. القطط. الكلاب. انت بتحب الكلاب؟ والله القطط. احنا بنرد كلاب يا ماما. ماشي القطط، بس انا بحب القطط أكتر. يلا بسرعة اسأليني، تكوني مجهزة بسرعة. مين أكتر حد بحبه في اخواتي؟ أنا. اكتر يلا بسرعه. عندي انا لسه قايله مين اكتر حد بيحبك؟ اخواتي. اكتر مالك امي كده امي عشان انت تحت خالص. ماشي اكتر مسلسل بحبه؟ مسلسل ده طب ايه اكتر مسلسل بحبه؟ دلع بنات. بس شايفين العربية دلع بنات. يلا بسرعة تليفون. انا يلا بسرعة. ماشي استني حاسه ان انا هغير. بس ما عديت قد ايه؟ انا هروح مره. انا فين فين؟ اكتر صاحبه بحبها سهيله. ماشي صح. احس ان انا اكسب. حاسه ان انا متاكده. اكتر لون مش بحبه؟ اكتر لون مش بتحبيه؟ الاصفر. الاخضر. شكلك هيتحطلك هكف الاخر شديد. استني اكتر ممثله بحبها؟ مي عز الدين. طب حطي راسك خانة ازاي؟ طبعا طبعا طبعا. لا 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 ما يصحش ما يصحش. اسمعش مالك كنت بقفلك. ايه اكتر لا ايه اكتر حاجه ايه ده ايه ده؟ لا لا ايه اكتر حاجه من الحلويات بحبها؟ ايه اكتر حاجه من الحلويات؟ انا المفروض اسالك صح؟ عشان احنا انا المفروض اسالك. طب قربي كده الحاجه عشان ايه اكتر حاجه بتضايقني؟ ايه ان لما حد يعصبك. هقول لك. طب اديني بقى والله كنت ايوه والله كنت بحب اتضايق نفس المواعيد. ايوه صح والله كنت هقول والله كنت هقول. اديني فرصه قولي السؤال الاخير يلا عشان انا اصلا كده كده اللي كسبانه. انا اللي هعمل عليك الكوب الكوب موت دلوقتي. استنوا يا جماعه بجد انا عامله كده ليه؟ ايه اكتر حاجه بحبها من الحلويات؟ اكتر حاجه بحبها من الحلويات الكيكه الهوس. لا الايس كريم بس خلاص. احنا كده احنا كده يا جماعه نستنى العقوبه يا جماعه. نستنى العقوبه نرجع لكم سنه ونظبط حالنا. نستنى العقوبه ورجعنا لكم تاني يا صحابي بالعقوب. بصوا احنا انا هجملها عليها واعمل لها ميك اب عشان هي الخسرانه وكده. يا جماعه احنا عاملين زي الكتاكيت المبلولين. استنى هي مفاجأة. طب انت ازاي حطاها وانت هتعملي؟ معلش هحطلك بس ال مش عارفة انا هحط ايه اصلا بس يلا. معانا ميك اب ارتست مالك يا زلمة. عيب عليكي. مالك انا اختك. عيب عليكي. فانت عذبتيني في المية.
سيبه يا حامي. ما تشوفيش ربنا يستر. اللي يسيب نفسه لاخته. طب انتي بتحطي ايه طيب؟ طب مالك بحواجبي؟ يا بحالك من كده يا جماعه؟ مالك المكيف ما بيطلعش، المكيف يا ستي ما بيطلعش، بقي متعور. يا مالك حرقلي بقي. يا بنتي المكيف ما بيطلعش في عمي، اطلعه بايه؟ انا عندي وجه. عادي قمر. يا مالك بقي متعور. افتحي ماما بقك. افتحي اسنانك. لا افتحي ايه؟ ده صار يوم سنة بس يا جماعه دي مسكرات حوالي اوحش فيديو في حياتي. دي بعد سنين دلوقتي. لا ثانيه واحده، ما انا بقي متعوره من كده، ما طلعش بجد بعد الفيديو اللي نحصل يا ملك. طب بص ثانيه واحده بس. ولا بتهز عمر، انت اصلا عمر اللي حيعيش انا يا جماعه. ولا بتهز، خليكي مغمضه ما تفتحيش خالص. انت بتحطي ايه طيب؟ عادي يا ماما عادي. فتحي عينيك. يا اختي قمر تصوري جنب اختي يا جماعه. قمر انت قمر اصلا في كل حالاتك. يا لهوي يا عيني. بس يا جماعه وكده انا عملت فيها العقاب ميك اب. يا لهوي اي حد عايز ميك اب يكلم اختي، هسيب لكم رقمها وكلموها هتعمل لكم ميك اب زي دوت تحفه يا جماعه. ما تخافوش بس، ودي نهايه الفيديو، نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.